عنابة جوهرة الشرق الجزائري تضبط عقارب الساعة استعداداً لاحتضان مجموعة من الشان، فلنتعرف على هذه المدينة الجميلة واستعدادها للحدث الرياضي. يطلق على مدينة عنابة لقب جوهرة الشرق الجزائري، فهي تقع في الجهة الشمالية الشرقية من الوطن وتطل على البحر المتوسط، وتعتبر واحدة من أهم موانئه البحرية، كما تعتبر ثاني أجمل المدن الجزائرية وأكثرها جذباً للسياح لما تزخر به من معالم سياحية وطبيعة عذراء تسر الناظرين. عنابة معروفة بناسها الطيبين ومدينة سياحية وأهل الجود والكرم. ما كانش لي ما يعرفش عنابة في 58 ولاية والحمد لله. ومحبة الشعب تاع عنابة في الرياضة وفي الكرة، خاطر مدينة تاع كرة ومعروفة، عندها تاريخ في كرة قدم على المستوى الوطني. مدينة عنابة ماهيش المرة الأولى اللي تستضيف فيها منافسة قارية من هذا النوع، استضافت كأس أفريقيا سنة 1990، مش غريب عليها ولا على سكان مدينة عنابة. راح يكون الحضور إن شاء الله حضور كبير. سي لا بروميير فوا نجي لعنابة، فريمون عجبتني بزاف، فريمون سي فيها دي بلاس فاميليار. ليل عنابة لا يقل شأناً عن صباحها، فالحركة في أسيقتها وكورنيشها تعج بالعائلات العنابية، ولا حديث يغلب على منافسة بطولة إفريقيا للاعبين المحليين التي تحتضنها الجزائر، والكل يستعد لهذا الحدث الرياضي. تحضيرات هذه ما هيش غير الدولة برك اللي معنية بالأمر، الكل معني بالأمر، احنا كل معنيين. هذا كما يقولون نداء الوطن، هذه راهي في وجهنا كامل، في وجه الدولة، في وجه الشعب. ومرحبا كل يعني اللي بارتيسيبون لي افريكان ان شاء الله اللي جاوا هنا، تكون لاكاي ونكونوا سيبورتيوهم ان شاء الله، وعندنا اكاي شالوغوز. مرافق عنابة من الفندقة والمنشآت الرياضية بأبهى حلتها جندت لها السلطات المحلية كل الإمكانيات المادية والبشرية لتكون في مستوى الحدث الرياضي. الحمد لله نحن جاهزون 100%، كل الاستعدادات وكل الظروف مهيئة لاحتضان هذا العرس الكروي الإفريقي، من حيث الملاعب، من حيث المرافق، من حيث الفنادق. يعني كان يعني تحدي عظيم، وهذا شرف لولاية عنابة وعلى رأسهم السيد ولي الولاية الذي نشكره من هذا المنبر. عنابة المضيافة ترحب بكل ضيوفها الكرام، ترحب بكل الوفود الإفريقية. عنابة بجمال مناطقها وجاهزية منشآتها وطيبة أهلها ستعطي صورة رائعة عن الجزائر. عنابة حركت أقلام الكتاب والشعراء والعارفين، وألهمت بمعالمها كل من وطأت قدماه أرضها الطيبة، وهذا الصرح الكروي سيشهد كتابة تاريخ آخر لمجد كرة القدم الجزائرية. لقناة البلاد، عبد الله نغلي، عنابة.